إذن هي قصة كفاح، كفاح الشعب الفلسطيني وأيضا كفاح الشعب العربي بالمجمل. كيف ترى هذه القصة وكيف ترى كفاح الشعب الفلسطيني في ظل المتغيرات الجديدة التي تطرأ على الوطن العربي وحتى على فلسطين؟ أقول أن الوضع الإقليمي لا شك أنه يؤثر إلى حد كبير. الوضع الدولي لابد لا شك أيضا أنه يؤثر إلى حد كبير على أولويات السياسة الدولية، ولكن بالرغم من ذلك أن طالما هناك تشبث بالحقوق فستبقى القضية الفلسطينية حاضرة. طالما أن هذه الحاضنة العربية أيضا موجودة إلى جانب القضية الفلسطينية لا شك أنها ستبقى حاضرة. أيضا نقول أن حتى استقرار الأشقاء العرب دائما هو مرتبط بشكل وثيق بالقضية الفلسطينية، وهذا موقف أعلنه العرب في كافة المحافل حتى هذه اللحظة، هو ما يعلن دائما. والحقيقة أنه هذه الحاضنة هي التي يعني تشجع الفلسطيني على أن يبقى بهذا الصمود الأسطوري حقيقة، لأن ما يمر به المواطن الفلسطيني في فلسطين هو من أصعب ما يمكن. وحتى إن تحدثنا وأن ربطنا بين ما هو حياتي ويومي في الأرض الفلسطينية وبين هذا الوضع السياسي الإقليمي والدولي العصيب الذي يمر، فلا شك أن بقاء فلسطين على الخارطة بهذه القوة، بقاء فلسطين حاضرة في كافة الفعاليات الموجودة في المنابر الدولية أيضا، سببه الرئيسي هو هذا المواطن الصامد، هذه المواطنة الصامدة حتى هذه اللحظة. طيب أنا هاخد من كلام حضرتك المواطن الصامد اللي أنا كمان شفته في رحلتي، يعني لما التقينا في فلسطين ما بين المدن الفلسطينية شفت المواطن المتعلم، المواطن يعني الشجاع الذي لا يخاف أبدا. وخليني أعمل كده مقارنة، يعني أعتقد إحنا بحاجة لتوثيق يوم المواطن الفلسطيني داخل فلسطين. أعتقد بأنه إحنا في هذه الألفية ومنتصفها الأخير يعني محتاجين إن إحنا نشوف ده، نوثقه ونشوفه ونشوف حكايات ربما حتى العالم العربي لا يعرفها عن المواطن الفلسطيني داخل فلسطين، يعني صحيح. وداخل فلسطين التي تعيش، نعم. يعني فلسطين التي تتعلم، التي تأكل، يذهبوا إلى المدارس، يحيون أفراح، يواجهون كل يوم تحدي يعني.